السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التوقعات ابتداء من يوم الأحد والأيام القادمة بإذن الله. بغيت ربي يساليكم، ما تنسوش دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. يتوقع بإذن الله اليوم غد إن شاء الله أن تكون الأجواء نسبيا مستقرة مع رياح قوية على الجهة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، سوف تعرف رياح نسبيا قوية بحول الله. بالنسبة لتوقعات أمطار الخير، فمن المتوقع أن تكون الأجواء نسبيا مستقرة في معظم مناطق المملكة مع أجواء نسبيا غائمة أقصى شمال المملكة بإذن الله. وبالنسبة لتوقعات يوم الاثنين، إن شاء الله أجواء صافية إلى قلة السحب واستمرار الطقس المستقر في معظم مناطق المملكة بحول الله. بالنسبة ليوم الثلاثاء أو الأيام القادمة ستبقى الأجواء مستقرة. وبالنسبة لتوقعات حالة البحر بإذن الله، اليوم غد فيحتمل يكون البحر قوي الهيجان خصوصا على الواجهة كذلك الأطلسية للمملكة على الشمال الغربي للمملكة، وقد تصل هذه الأمواج إلى علو 4 أمتار في المرج الحيطة والحضر لإخواننا البحارة. وإن شاء الله فسوف تكون أجواء نسبيا مستقرة خلال الأيام القادمة حتى 31 أكتوبر. أجواء ستبقى نسبيا مستقرة على معظم مناطق المملكة في انتظارنا لتغيير الحالة الجوية بالمغرب خلال الأيام القادمة بحول الله.